الخير، اهلا وسهلا فيكم بوصفتنا الجديده. صباح فتوش معكم اليوم، بتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده جميعا ان شاء الله. اليوم حابه اسوي لكم هالوصفه السهله والسريعه، وهي كريمه الخفاء. هاي الكريم في منه نوعين، او كريم الحليب اللي ما بيفهم علي انه كريم خفاء للخفاء او للحليب، كريم الحليب يعني. في منه نوعين، نوع للاكل للطبخ يعني، اذا كنت تعملوا سباغيتي مع الناطة او هي الشغلات كنت تستعملوا الكريم الحليب تبع الطبخ، وفي كريم هذا للحلويات، هذا ممكن تستعملوا يعني تكون زي مو كيك فيه او جاتو مثل ما نقول اللي بتحبوا بتزينوا فيه او للاكل. مشان هيك انا حاطه فريز هلا، مشان بعدين ارجيكم شلون بتسوى مع بنحط على الفريز، وكتير طيبه طعمته على الفريز. فالمهم هلا هي سهله كتير الوصفه تبعنا، راح اسويها. ممكن تسويها بسكر او بلا سكر مثل ما بتحبوا، انا بحبها بسكر لانه بدي احطها على الفريز، وإذا بدي أحطها على الجاتو نفس القصة يعني، بحبها إنه تكون حلوة يعني حسب ما بتحبوا، بتقدروا تسووها بسكر أو بلا سكر. أنا حاطة جبت نص كيلو هي عيارها العلبة، فراح أحط هي النص كيلو وأحط لها 3 معالق سكر كبار أنا. وهدول اللي بس 3 معالق سكر، اللي بيحبها احلى ممكن يحط لها، اللي بده اياها بلا سكر ممكن كمان يعني. هلا راح احطه سهله يعني، واخفه بالخفاقه، طبعا بدها خفاقه مشان تزبط معكم. ما شايفين بدا وقت يعني، بضلوا حاطين عم تسوي حتى تصير خفيفه وتصير يعني كريم، مثل الكريم يعني مثل ما بتنعمل نفسها، ما بيحطها اسرع من هيك لانه رح اضطر اشد الميه. رح احطها انا على الخفيف يعني، إذا بتحطوه على السريع بتصير أسرع يعني معكم. ما كنتوا شايفين أول شوية، هلا شايفين بلشت تتشكل معي الكريم. هاي بعد 4 دقايق شايفين ما وقفت عن الخفة يعني، تشوفوها صارت الكريم. شوفوا ما وهي هلا شايفين، تقدروا تزينوا اللي بدكم اياه فيها، وطعمتها الحقيقة عجبني أنا الحلو تبعها، مثل ما قلت لكم اللي بيحب يعني ما بيحبها حلو بهالشكل فبيقدر يعملها أخف حلو. وهلا رح أحطها هون منظر الحقيقة أنظف، وحط لكم هلا بالفريز. وهي هلا بعد ما جهزت وغسلت وقطعت شوية فريز، هلا رح احط عليهم نعطة. شوفوا هالمنظر، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شي بشهي الاكل الحقيقة. وهيكم تدوقوها بالفريزة، لازم تدوقوها مع الفريز، شوفوا قديش طيبة مع الفريزة الحقيقة، كتير كتير طيبة مع الفريز. وها لحا نظبطها شوي، ها ورح ادوقها يعني، يا سلام
تفضلوا شوفوا المنظر هذا. الحقيقة شيء طيب كثير. تفضلوا يا جماعة. يلا وهلا بنستودعكم، ان شاء الله تكون عجبتكم هالوصفه تبعنا، سهله كثير وسريعه، وان شاء الله بساوي لكم هلا شغلات ثانيه. هلا بهي رح اساوي بهالكريمة الحليب، هي هلا الكريم رح اساوي لكم انا ترتا على طريقه الاسبانيه، ترتا الكيك يعني. كيك وزينه. ان شاء الله. يلا بنشوفكم ان شاء الله بالاكل الجاي او بالوصفه الجايه. الله معكم، مع السلامه. قالوا لي نحط لك لايك، قلت لهم يا ريت، قالوا لي حسني الاكلات اكثر من هيك بكثير، قلت لهم بطلت ما عاد بدي شي.